السلام عليكم. فيديو جديد ان شاء الله. هذا الجزء الثاني ديال السلسلة على لي زاكسيون ميكانيك. تحاولوا عاوتاني توقفوا الفيديو ان شاء الله تجاوبوا على التمرين الاولى. هو ليكزيرسيس 2 نفس الشيء. حاولوا توقفوا لا فيديو هنايا. التمرين الثاني هو التمرين الثاني نفس الشيء. التمرين الثالث. هات ثلاثة التمارين إن شاء الله اللي هنشوف نتلاقاو في الحل. إذا كما شفنا الأسئلة سو سكيور اي تراكتي بار اون فورس اف 1 دو 50 نيوتن ريبريزونتي سيت فورس دو تراكسيون على ليشيل 1 سنتيمتر 10 نيوتن. إذا هنا السؤال نستعملو عطاونا السلم وقالوا لنا رسموا لا فورس. درنا هنا 1 سنتيمتر لكل 10 نيوتن ودرنا هنا اكس باش نعرفوا شحال باش نمثلوا هذيك لا فورس. درنا هنا 50 نيوتن اللي عندنا. كنديروا العلاقه الثلاثيه 50 في 1 مقسومه على 10 غتعطينا 5 سنتيمتر. وكنجيو من هنا كنرسموا من البوان دابليكاسيون اللي هي اليد لا اللي هي هاد النقطه ا ديال السكيور تل وكنرسموا 5 سنتيمتر جهه بي فين ما وقفت. هنا غير باغ هازار جات في بي ماشي ضروري نبقاو نجيبوها زعما في بي. هي عبرنا 5 سنتيمتر وجات تما بي. كومبليتي سون طابلو دو كاركتيريستيك لا دغوات ا بي في ان انجل دو 30 دوغري افيك لوريزونتال. بوان دابليكاسيون تكون هي النقطة ا حيت هي فاش كيتلاقى لاكتور مع الغوسيفور. لاكتور هو داك الحبل باش مشدود والغوسيفور هو لو سكيور. نقطه التلاقي بيناتهم هي لا تكون بوان دابليكاسيون اللي هي دروات تاكسيون هي لا دروات ا بي. لو سونس ا جهه بي كيجر الفوق جهه بي هذيك هي هذاك لو سونس. 50 نيوتن راهم اللي عطاوها لنا نوتاسيون اف ان نيت الرمز ديال هذيك لا فورس. اكزرسيس 2 دون لي كا سي دسو اون ادمي كو لاكسيون اي بونكتويل كومبليتي لو طابلو دو كاركتيريستيك اي ريبريزونتي غرافيكمون لا فورس سويفون ليشيل انديكي. عندنا جوج اسئله هادو قال لي كومبليتي لو طابلو دو كاركتيريستيك او لا ريبريزونتاسيون يعني بحال التمرين الاول. نحاولوا هنايا نكملوا الطابلو. عطونا هنايا واحد نشوفوا المثال الاول ديال المطرقه مع المسمار. لو بوان دابليكاسيون هي ام حيت شي فاش كتلاقى المطرقه والمسمار ديما دائما نقطه التلاقي ما بين لاكتور والغوسيفور هي اللي كتكون بوان دابليكاسيون. لا هنا قال لينا لاكسيون دو كلو سور لا بلونش يعني ندرسوا التاثير ديال الكلو مع لا بلونش ماشي المطرقه مع الكلو. اذا البوان دابليكاسيون تكون هي ام بحيث اللي هي نقطه التماس ما بين لو كلو لا بلونش. دروات تاكسيون لا فيرتيكال كنقولوا دائما هادو اللي عموديين على السطح بحال هاد لا فورس دابا اللي عندنا في هذا المثال بحال بي الوزن ولا القوه ديال اللي كتاثر كتطبق الارض على الاجسام باش كتجرهم عندها قوه الجاذبيه. كنقولوا عليها لا فيرتيكال هذيك هي لا دروات داكسيون ديالها. لا فيرتيكال باسونت بار ام لو سونس فيغ لو با بين حيت كي هذاك المسمار كي بيدخل في البلانش. اذا لو سونس ديال لاكسيون كيكون فيغ لو با. لانتونسيتي 300 نيوتن عطاوها لنا. لا نوتاسيون هنا كنديرو اف سي سور بي زعما تي لا فورس ابليكي بار لو كلو سور لا بلونش. هادشي اش كنديرو هاد سي سور بي هنا كنديرو لاكتور على الغوسيفور. لاكتور هنا هو لو كلو الغوسيفور هو لا بلونش. اخر حاجه هنايا قالوا لنا لا ريبريزونطاسيون كنديروا عاوتاني هذيك لي شيل اللي عطاونا 1 سنتيمتر
كل 100 نيوتن، هنا إكس نشوفوا شحال تعطينا 300 نيوتن. العلاقة الثلاثية عاوتاني تعطينا 300 في واحد على 100 هي 3 سنتيمتر. كنجيو هنايا كنعبروا عاوتاني من البوان دابليكاسيون، وكنديروا عمودي على هذيك البرونش غادي لتحت، وكنعبروا 3 سنتيمتر. المثال الآخر عندنا هنايا واحد رامي النبل ولا ما عرفت شنو كيتسمى هذا بالعربية، بينا ندرسو لاكسيون دو لا مان غوش سوغ لا كورد، على هذاك الحبل ديال باش كيتيري. البوان دابليكاسيون غتكون هي عاوتاني ام، نقطة التماس ما بين اليد والحبل. لا دغوات تاكسيون هادي كتسمى لوريزونتال، هاد لا ديريكسيون اللي كتكون باراليل لسطح الارض كنقولوا عليها لوريزونتال الافقي، لا دغوا المستقيم الافقي، لا في لوريزونتال باسونت بار ام. لو سونس فين غادي هاد لا فورس، بما انه كيجر عنده الحبل يعني كيتجر جهة اليمين ديالنا حنايا، يعني نديرو لا ام فيغ لا دغوات. لانتونسيتي 100 نيوتن هما اللي عطاوها لنا. لا نوتاسيون لا فورس ابليكي باغ لا مان غوش سموها تما جي على لا كورد اللي رمزوا ليها بالسي. السلم عاوتاني هنا هما اللي عطاوه لنا 1 سنتيمتر لكل 25 نيوتن. عندنا حنا 100 نيوتن، نشوفوا شحال تخرج لنا في العبار. اكس ايكال 100 في 1 مقسومه على 25 هي 4 سنتيمتر. كنرجع كنشد عاوتاني من البوان دابليكاسيون وكنرسم 4 سنتيمتر. هادشي اللي كاين في هاد الفيديو. باقي لنا هنا شي امثله، راه نفس الفكره. انتم لو بغيتو توقفوا الفيديو تشوفوه، ولا عندكم شي سؤال خليوه في لي كومونتير، بارطاجيوه مع اصحابكم باش كلشي يستافد. الله يعاونكم.